السلام عليكم طمن عليه اني بألف خير وسلامه ما شفت الا كل خير من الشباب الطيبين بالصوار جميل صالح طمن اهلي بخير وصحه جيده وعافيه ونحن نعتبر حالنا ضيوف ما مش باسم تحت اي اسم تاني نحن بألف خير وانا قصيت يعني بوضعي قصيت الحاج عباس حاج عباس شعيب انا الحمد لله في صحه جيده مثل ما شايفيني وطمن الاهل ببيروت الله يوفقهم علي صغير نحن نطمن كل من بيسال عنا انه نحن بالف خير صحه جيده والحمد لله رب العالمين وبايادي امينه امن ما كنا نتصور والحمد لله محمد منذر مع البعض الحمد لله بألف خير وكتر خير للشباب عوض ابراهيم طمن عائلتي بخير والحمد لله وما شفنا الا كل خير للشباب علي ترمس من لبنان انا مطمن من اهل جميعا وانه نحن بخير وبعافيه نحن هلا بخمسه حزيران او سته حزيران يعني الشهر ونشكر الشباب اللي نحن عنده ضيوف ومهتمين فينا والحمد لله نحن بخير جميعا حسن حمود الحمد لله انا بألف خير ونحن قاعدين معهم مع الشباب ألف خير وعم يعملونا معامل احسن معامله من احسن من اهلنا كلهم ونشكر الله انا الحاج عباس حمود من شحيم قضاء صور طمن عائلتي وامي واولادي اني انا بألف خير ما ناقص علي شيء عايش كاني بين اهلي هون حسن ارزوني أنا بطمن أهلي وعائلتي إني بألف خير وصحة جيدة والحمد لله. أنا السيد علي عباس بطمن كل اللي مشغول بالهم علي وحب أقول لهم نحن مش مخطوفين، نحن ضيوف عند ثوار سوريا وإن شاء الله راجعين على الوطن. أول شغلة نستنكر مظهرة الحولة اللي صارت على يد الظلام. ونؤيد الشعب السوري في يوم الجمعة الأطفال الحولة مشاعر النصر ومنخبر شعبنا بلبنان أنه مثل ما الشعب السوري قايم على الظلم بلبنان كمان يقوموا على الظلم مثل سوريا ونحن هون الحمد لله يعني الحكي غير الشوف يا أخوان فمن نحن هون الحمد لله ضيوف عن شعبنا وأهلنا الصوار والله ينصرهم يا رب وإن شاء الله هذا كلام من القلب مباشر وليس في ضغط علينا من أي شخص مطلق هون وهم نحكي رغم إرادتنا وما حدا طاغتنا لحاطة المسدس براسنا وبقلنا احكوا هالكلمات عم يطلعوا من إحساس الشباب كلها سوا الموجودين نحن من أيد الشعب السوري ونحن معه للدم